تلاميذ أعزاء في إطار استراتيجية ديال التعليم عن بعد اللي كانت المؤسسات الترفيهية اللي كتعيشها البلاد، وكنقصدو هذا المحتوى الرقمي اللي هو عبارة عن فيديو غادي تناول نبداو فيه بدرس ديال الدول العددية عمومية. دوكا الحصة الأولى والحصة رقم واحد غادي تناولو فيها الفقرات هادو، غادي نبداو أولا مفهوم الدالة العددية. إذا مجموعة ثم من بعد ما نتعرفو على الدالة العددية غادي نفهم ما يسمى مجموعة تعريف الدالة العددية، ثم على حسب الوقت اللي عندنا غادي نزولو حالة الدالة العددية. إذا الدول العددية، الدول العددية ليس مفهوم جديد، قد سبق تناوله في إعدادي. شفتو الدول التآلفية، الدول الخرطية، الآن غادي نحاولو نتعمقو شي شوية في هذا، شوفو معنى الدول العددية بشكل عام. إذا أول حاجة غادي نشوفوها هي الفقرة الأولى، مفهوم الدولة العددية. عندنا بزاف ديال الأمثلة ممكن نطبقو معاهم، من بينهم هاد الفكرة معنا اللي كاين تلت جدول، جدول جدول التالي، ولكن التطور طول قامة شخص اسمه بي مع نمر مرور عمره 1 سنة. هذا هو الجدول، هذا في الصفر الأول عمره بالسنوات، ثم طول ديال الشخص بي بالسنتيمتر. إذا السطر الأول كيمكن القيام ديال العمر، ثم السطر الثاني القيام ديال الطول. مثلا عندنا السنة واحد الطول ديالو هو 50 سنتيمتر، ثم ملي كنقول العمر ديالو 1.5 يعني عام ونص، هنا الطول ديالو 65 سنتيمتر. اللي وصل 5 سنوات هنا غاديش يكون 1 سنتيمتر، أن متر هي 100 سنتيمتر، ثم 10 سنوات 120 سنتيمتر، وهكذا. هنا عندنا 20 ونص، بمعنى 20 سنة ونصف، إذا متر و 60 سنتيمتر. ثم في 40 سنة نستوعب بأن ما بين 200 متر و 62 سنتيمتر. إذا أش كنلاحظو هنا؟ كنلاحظو بأن عندنا جوج ديال المجموعات، المجموعة الأولى فيها كانت الأعداد اللي كانت العمر، ثم مجموعة أخرى فيها طول سنوات. إذا كان أنا عندنا واحد الربط هنا كنربط الأعداد ديال المجموعة الأولى مع الأعداد ديال المجموعة الثانية، واحد كنربط الخمسين مع العناصر الأخرى بالأعداد. إذا رياضيا شنو هنا؟ كنتكلمو على ما يسمى الدالة العددية. الدالة العددية على شنو هي المفهوم ديالها؟ هي الربط ديال الأعداد ديال واحد المجموعة بأعداد أخرى. إذا بغينا نربطو هاد الشيء بطريقة أكثر، إذا مثلنا الأعداد الأولى بهذا الشكل هذا، واحد، واحد فاصلة خمسة، خمسة، عشرة، 20.5، ثم 40، هادو نسميهم مجموعة، ثم العناصر ديال السطر الثاني مجموعة أخرى نسميوها شنو فيها؟ إذا 50، 65، 100، 120، 160، 162. إذا كنا ربط كان لنا عندنا ربط هذا، ثم 1.5 مرتبط ب 65، 5 ب 100، 10 ب 120، 20.5 ب 100 60، ثم 40 162. إذا هذا الشيء كامل اللي عندنا هو اللي كيتسمى
ده الله عدد ممكن نوصل على هذا الخمس دونك مجموعة الأولى اللي فيها دول أي عنصر ممكن تكون إكس ثم المجموعة اللي فيها إف إذا أنا نتبع على سبيل المطار تبع على عنصر إكس كنسميه مثلا إف إكس إذا نعمل فونكسيون إكس والأسهم اللي فيه ممكن إف غادي نقول هذا سهل هو هذا إذا ماشي كامل كنبقاو على بونزاف وهذا اللي يسمى بدل العين فيها يسمى اف ولا جي ولا اش اللي معناها اف ونستخدم الخمس اف إذا كان خلاصة دل العين فيها هي رب هي عناصر مجموعة عناصر ديال الأعداد الحقيقية مجموعة معينة نحو عناصر أخرى مجموعة أعداد فيها أخرى نكتبوها كيف هنا إذا ما نحصل على التعريف ديال الأعدادية كما قلت من المثال هي كل ربط بعناصر مجموعة عددية أو بعناصر مجموعة عددية إف بحيث كل عنصر إكس من دو مرتبط بعنصر وحيد خاصنا نسطر على الوحيد هذي إيجاب من إف يسمى دالة عددية هذا مجموعة الرمز مثلا هذا مجموعة الرمز هذا اللي نسميه اف اذا فونكسيون فونكسيون اذا خدينا رمز اف ولكن هذا ما كاينش نستعملو رمز اخرى جي اش الى اخره هذاك العدد الحقيقي اللي قايل لك اف واللي اكس مرتبط به تبع اف كان مفروض يكون رمز اف اكس في هذا المطاف كنستعملو فقط اكس وبدلنا اكس مع الدالة اف اف اكس لا نستعملو اف هذا هو التعريف ديالنا بشكل عام من بين أمثلة أخرى اللي كتعطينا دابا الصيغ الجبري مثلا نعتبر مع مثال دو القرار حسب دالة معرفة بصيغة جبري وما اللي عندنا فرعية ديال كنت عملنا مع مختار هما اللي كنا في المقرر إن الرابط ديال السيف لأن الدالة في الألف ورابط السيف لأن الرابط إكس نديرو مثلا إكس وسي اثنان زائد واحد نقطة وين نحدد لأن نحدد دالة عددية إف كل عدد حقيقي x بصورته f دو x بصورته f دو x تساوي x أس 2 زائد 1 إذا كان لدينا عندنا بعض الصيغات نوبة للغرض الصفر في المثال الأول هذا استعمال هذا الرابط هذا x x أس 2 زائد 1 عندما كنا نوضحو مثلا إلى بين واحد إلى بين العزوم هي واحد أس 2 زائد واحد يساوي واحد إذا هي إف دي واحد نقدر نشير على الآخر مثلا 2 2 أس 2 زائد واحد اللي هي 4 زائد واحد تساوي 5 إف دي 2 ناقص واحد عندنا ناقص واحد أس 2 زائد واحد يجب من الحساب عطينا واحد زائد واحد هي إذا ميضة اللي هي إف ناقص واحد إذا هذا على قاعدة طيب دلنا على الأزياء ما يمكنناش نكتبو جميع هذه الصور ديالها ولكن كتنوب عليها الصغار هنا كنقولو بها الدالة الأعداد هي إف معرفة الصيغة ديال يا إف دو إكس إف دو إكس تساوي إكس أس 2 زائد واحد المفروض أن إف معرفة ب إف دو إكس تساوي إكس أس 2 زائد واحد
إذا أصبح مصدر دون فقرة مولية مجموعة تعريف هنا واحد واحد مجموعة تعريف لأن عدد كده يعتبر أنه كمان يعتبر دابا إف معرفة بي إف إكس تساوي إكس في سيجنال زي ما قلنا أنا ناقص ناقص ثلاثة صورة واحد قلنا أحسن تقول عدد واحد نرى صورة لـ F هي واحد أس اثنان زائد واحد على واحد ناقص ثلاثة واحد زائد واحد هي جوج على ناقص جوج هي ناقص واحد إف ديال واحد ولكن إذا كان عدد ثلاثة بالنسبة لي العدد ثلاثة إذا عوضنا إكس بثلاثة أش غادي يكون عندي ثلاثة أس اثنان زائد واحد على ثلاثة ناقص ثلاثة ثلاثة أس اثنان هي تسعة زائد واحد عشرة ولكن غادي يكون هنا صفر هنايا وما عرفتش تكون هذا إذا عشرة زائد صفر ما كاينش ديك المجموعة اللي كنوصلها ما كاين حتى شي عدد حقيقي يكتب على شكل عشرة على صفر هذا ليس عدد الحقيقي بمعنى اخر هذا الكتاب عن الصوره بدلاله اذا العدد ثلاثه ليست له صوره بف اش كنسنجو وقت ما كانت عندنا شي دلاله عدديه راه ممكن يكون عندنا شي اعداد ما عندهمش صوره هادشي كيفرض علينا التعريف ديال مجموعة التعريف مجموعة التعريف دالة عددية هي جميع الأعداد الحقيقية اللي عندها صورة بالدالة إف مجموعة التعريف الأعداد التي من مجموعة الأعداد التي تقبل صورة بدالة عددية F تسمى مجموعة تعريف دالة F تعريف دالة F ونضع الرمز أن تنسجع هنا مجموعة ب D F أشرب تحاشا نحددو مجموعة التعريف ديال الدول دالة إف في الحالة التالية مثلا الحالة الأولى هي نلاحظوا هنا بأن إف معرفة بالصيغة 2 تساوي 3 زائد 1 على إف ناقص 1 باش كنعرفوا في الرياضيات بأن المقام ضروري خصو يكون يخالف صفر إذا باش يكون العدد إكس عنده صورة ما خصناش نحسو على صفر هنا ومنين غادي يجينا صفر هنايا إلا كان إكس يساوي 1 إذا العملية باش نديرو كنكتبو دي بي إف هي مجموعة الأعداد الحقيقية إكس مجموعة الأعداد الحقيقية إكس بحيث المقام خصو يكون يخالف صفر إكس ناقص واحد يخالف صفر مجموعة الأعداد الحقيقية إكس دائما و إكس ناقص واحد يخالف صفر راه هي إكس يخالف واحد ها المعادلات إذا حولنا حد الطرف الآخر كنغيرو الإشارة ديالو إذا هذه المجموعة هذه ممكن نكتبوها بطريقة أخرى هي جميع الأعداد الحقيقية ونحيدو منهم واحد بطريقة هذه كنقراو جميع الأعداد الحقيقية باستثناء واحد بمعنى آخر واحد هو اللي ما عندوش صورة أمام أي عدد من غير واحد عنده الصورة ممكن نحددوه ممكن نخدمو المثال الثاني أيضا بنفس الطريقة عندنا شو وقت نخدمو المثال الثالث دونك بالنسبة لثلاثة نفس الشيء عندنا دي دو اف إذا هنا أيضا عندنا جذر مربع وكنعرفو في الرياضيات بأن ما بداخل جذر مربع خصو يكون موجب إذا العدد اللي عطيتنا عدد سالب داخل الجذر ما غاديش تكون عنده صورة كيفاش غنكتبو هاد الشيء هذا إذا إكس ينتمي إلى R بحيث
اكس ناقص واحد خص يكون موجب بها اكبر من او يساوي صفر. اذا هنا عندنا مترجحه والحلول ديالها هما غادي يكونوا عندهم الصور اكس ينتمي الى ار بحيث اكس اكبر من او يساوي واحد. كنحصلوا على هذه المجموعه هذه وكما كنديروا النتيجه مباشره الا ما درناهاش كنمشيو في المستقيم العددي. المستقيم العددي لان مولا في ان بلس انفيني. اذا كنا هذا العدد واحد هو اذا الاعداد اكبر من او يساوي واحد هو بمعنى عندنا المجال الرياضي المجال واحد زائد ثاني يعني. اذا الاعداد اللي عندهم الصوره هما المجال واحد زائد المجال المغلق واحد زائد ثاني لان عندنا او تساوي هنا اذا انت واحد وعنصر مجموعه التاليف. كنكتفيو بهذا القدر هذا خدمو في الصورة المقبلة السؤال هذا ونتابع الفقرات فيما سيأتي. من عندكم التوفيق للجميع.